200 متر لدولة مصر. المواصفات الفنية بالحفارة طبعا، نظام سيستم حماية كامل للسلالم والممرات المشاة، محركات مرسيدس 8 ستاندرد، كل محرك باستطاعة 440 حصان، المحركين مجموع المحركين مع بعض 880 حصان. بروتري امريكي، طاولة روتري امريكية 18 انش بمضخة طين تركية 7.5 × 10. طبعا المحركات المرسيدس اللي عاملينها كلها تجديد كامل، ريفريشن تجديد كامل مثل ما نحن شايفين، بالاضافه الى البرج الطول 16.5 متر، البلكونه بتسع ل 100 ماسوره 3.5 انش، بالاضافه الى الثقالات 8 بوصة عدد 8 مثل ما انا شايفين. نظام حماية كامل للحفارة مع السلالم أمامية وخلفية. راح نطلع على الحفارة، طبعا سلم أمامي يميني يساري، وأيضا إلى السلالم خلفية يمينية ويسارية. طبعا ارتفاع الحفارة على سطح الأرض بحالة طبيعية 2 متر، بالحالة العمل 5 متر، يعني بحسب ما يريد المشغل تشغيلها. محركات مرسيدس المجددة مع شنجوانات مغير السرعة، جيرات 130 زيفي، 8 ستاندرد، وكل استطاع كل محرك 440 حصان، اضافه للباوت الروتري 18 انش. طبعا هذه الحفاره تبلغ استطاعت عملها الى 1500 متر، بس نحن عاملين نظامها 1200 متر. هي طبعا تقدر تحفر ل 1500. نظام 1500 يختلف شيء بسيط عن النظام 1200 متر بالوينشات. هاي طبعا الطاولة اللي شايفينها قدامنا بشكل مربعات، هاي الطاولة استنادية للمواسير لما بارتفاع البرج، بتستند المواسير على هذه الطاولة المتحركة طبعا، إضافة إلى السلالم والنظام الحماية بحسب الجودة والسلامة المهنية العالمية. هذه الحفارة طبعا شكل الحفارة كان كحفارات نظام البترول. قاربت على الإنهاء حاليا، علبة السلعة جاهزة للتركيب والوينشات جاهزين للتركيب، فقط بدون تركيب. عند انتهاء ان شاء الله تعالى راح نعمل فيديو تاني لانتهاء كامل الحفارة لدولة مصر. طبعا اكيد نحن جاهزين لاي تعديل على الحفارة ايا كان طلبها من اي دولة. عندنا استعداد كامل بالتعديل للحفارة او ايا كان. طبعا النظام اللي عاملينه بالحفارة نظام امريكي، المحرك بيشتغل، الاول بيشتغل لحال والثاني، يعني الاول بيشتغل منعزل تماما عن الثاني، والثاني بيشتغل منعزل تماما عن الاول. وبإمكان أثناء الأحمال الكبيرة تشغل المحركين مع بعض، تصير عندك استطاعة محرك 880 حصان.
مع مضخة الطين طبعا. بهالشكل هذا النظام اللي عاملينه جديد، اللي وحدنا الحركة في المحركات الموجودة على الحفارة، على النظام الحفارات التركية، توحيد المحركات بحيث انها تعمل اثنين مع بعض باللحظة نفسها اثناء الاحمال الكبيرة. هاي العملية اللي ضفناها على انتاج حفاراتنا التركية. بتمنى من جميع انه نال اعجاب هاي الحفارة. ان شاء الله تعالى لما تنتهي رح اعمل فيديو لها، ان شاء الله تكون نال اعجابكم، وهي اكيد رح تكون في الخدمة المثالية لحفر الابار في قوتها ومتانتها وجودتها وصناعة والدقة في صناعتها ان شاء الله. كان معكم المهندس محمد من تركيا، مدينة قونيا، شركة بيرلاشيم لصناعة حفارات المياه.